اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. النهارده حلقه عن مصنعات الدجاج او كل ما هو محطوط في السوبر ماركت في الفريزر اشكال مختلفه كده واحنا مش عارفين ايه مكوناته وبنديه للعيال ونقول انه هنحطه في القلايه الهوائيه او الفرن قال يعني احنا كده الاكل بقى صحي، بس في الحقيقه هو نص مقلي واحنا مش عارفين ايه اللي مفروم جوه. النهارده هنعمل وصفات من الاول خالص بطريقه صحيه وهتطلع لذيذه جدا جدا، وهنشوف ازاي برضو نقدر نفرزها مع بعض وتبقى سهله في الاستخدام زي الحاجات الجاهزه بالظبط. من اكتر اشكال الحاجات اللي الولاد بتحبها هي اي حاجه شكل ايه ستيكس كده او عامله زي الصوابع دي، ليل احنا بنسميها في اكل الاطفال او في كتب الاطفال فينجر فود، الاكل اللي شكل ستيكس كده، يعني عارفين حاجات عاملة كده ليه؟ لأنها بتبقى سهلة للولاد يمسكوها، سهل ياكلوها إن كان في البيت إن كان في اللانش بوكس. اختلفت أعمارهم من أول ما بيبتدوا ياكلوا من أول سنتين مثلا إلى 8 و9 سنين، هو الأكل اللي بيعرفوا يمسكوه بإيديهم ده هو أكتر أكل فعليا بياكلوه. علشان كده احنا في الاخر بنضعف لما الاكل يرجع لنا من المدرسه في اللانش بوكس وبننزل نجيب المصنعات ونحطها لهم في القلايه الهوائيه او الفرن. النهارده بقى هعمل معاكم المصنعات دي من الاول خالص، واول وصفه هتبقى موجوده معانا هي سوسيس الفراخ. مش عادي، لا ده هيبقى محشي جبنه سايحه بتمط جوه عشان يبقى احلى كمان من اللي بنجيبه من السوبر ماركت. مكوناته بسيطه وسهله جدا، احنا معانا مكعبات فراخ وبصل وبيضه والتوابل اللي انتوا عايزينها، يعني انا شخصيا هنا مثلا مستخدمه بصل باودر وملح وفلفل، انتوا تقدروا تبهروا الفراخ بتاعتكم باي توابل تانية عايزينها. ومعايا الصوابع بتاعه الايه جبنه تشيدر، تقدروا تغيروها باي جبنه تانية انتوا عايزينها، بس هنحتاج تبقى جبنه ماسكه نفسها صفرة، يعني عايزين تحطوا جبنه جوده عايزين تحطوا اي نوع جبنه تحبوه هتستخدموه. خلاص طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد الفراخ في محضر طعام. طب الفراخ دي لازم تبقى وراك او لازم تبقى صدور؟ لا، اي قطعيه موجوده عندكم عايزين تستخدموها تقدروا تستخدموها. طيب حلو، هحط عليها البصل ومش هحط البيضه دلوقتي، انا هضربهم الاول كويس مع بعض عشان يوصلوا القوام كويس، لان لو معاهم سائل ممكن ما يتضربوش كويس، وبعدين انزل عليهم بالبيضه. وهما بيتضربوا كده انا هنزل بالبصل الباودر والملح والفلفل. زي ما قلت لكم انتوا اي توابل تانية، انا بس قصدت ان انا اعمل ايه توابل بسيطه عشان ما يبقاش الوصفه فيها مكونات كتير. انتوا اي توابل بتحبوا مثلا تتبلوا بيها الناجتس عندكم في البيت تقدروا تستخدموها هنا، تحطوا بقى بهارات فراخ، بتحطوا في ناس على فكره شفتها بتستعمل بهارات الحاجات الجاهزه، حواوشي كفته كل الحاجات دي عايزين تحطوها حطوها. حلو، دلوقتي بقى هنزل بالبيضه بتاعتي هتمسك الخليط. طيب ابني او بنتي عندهم حساسيه من البيض، هقول لكم على وصفه سحريه بديل البيض في اي وصفه. لو انا عندي صيام فبقيت نباتي، لو انا عندي حساسيه من البيض، البيضه الواحده اعوضها بمعلقه كبيره بذور كتان مطحونه مطحونه خالص باودر، وعليها معلقتين ونص كبار ميه، تاني معلقه كبيره بذور كتان مطحونه، معلقتين الى معلقتين ونص ميه كبار، وهسيبهم هخلطهم مع بعض وهسيبهم هيدوني نفس ملمس البيضه بالظبط اول ما ابقى ايه ضرباها كده. خلاص، فلو احنا عندنا حساسيه من البيض هنقدر نعمل الوصفه دي عادي جدا بالبديل النباتي اللي قلنا عليه. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ هيبقى معانا ورق ستريتش جاهز، ومهم جدا واحنا بنستعمل ورق الستريتش ده او الكلينج فيلم ايا كان بتسموه ايه، انه يبقى مكتوب عليه انه امن انه يتعرض لدرجه حراره، لان انا هاخد ده واحطه في حله بخار، فلو ما عنديش نوع الستريتش ده اللي ينفع يتعرض لدرجه الحراره ومكتوب عليه، بتجيبوه سايب مثلا مش في علبه، يبقى احسن تشتغلوا في ورق زبده، خلاص اللي هو ورق الخبز.
الفكرة انتوا هتشوفوا الفكرة انا هعمل ايه بالستريتش ده، وانتوا هتعرفوا تصرفوا باي بديل موجود عندكم. بصوا انا اهو ثبتته كده خلاص، هياخد بقى من ده، ده بقى ايه خليط خلاص اهو، وعملت فيه تجويف في النص، وهاخد شايفين اهي بتاعت جبن، وايه هقفل عليها. المهم ان احنا نبقى قافلين كويس خلاص. حلو، بصوا بقى، بصوا الشكل بيبقى دائري وحلو ازاي وبيظبط بالستريتش. ورق الزبدة مش هيطلع معاكم نفس القوام ده، نفس الشكل ده خلاص. انا بقى ايه محتاجة اقطعه. شايفين انا بظبط الشكل بايديا، كل ما بضغط كده اهو بعيد هو اللي بيظبط الشكل اهو. دول بقى هندخلهم، دي بقى دي هنعمل منها كتير خلاص. هنعمل، خلينا نقول هنعمل الخليط ده كله، هوريكم شكله هيطلع ازاي اهو كده وكده. احطها في التلاجة او في الفريزر، بس انا يعني افضل التلاجة بس تتشمع كده تمسك نفسها. تعالوا بصوا، تعالوا نشيل ده كده، بصوا دي حلة بخار، انا مش المصفى ما فيهاش مية، فانا هاخد دي احطها في المصفى خلاص. مش عارفة شايفينها ولا لا، تعالوا اوريها لكم من فوق. بصوا اهي بقت جوه خلاص، سبتها جوه انا، المصفى مش داخله في الميه، ده بخار بس الميه تحت. وايه هسيبها علشان تبقى ماسكه شكلها احسن، انا محتاجه ان انا ايه ابقى حطاها في التلاجه شويه علشان تبقى ماسكه نفسها، الشكل ما يفكش خلاص. تعالوا بقى ايه اوريكم كام واحده انا عاملاهم، نفكهم مع بعض ويبقوا جاهزين على التسويه. تسويه تاني؟ ايوه، ما هي انا لما طلعت دول سويتهم، بصوا لونها اتغير ازاي، بقت الفراخ لونها ابيض استوت. دي قبل التسويه زي ما عملنا مع بعض اهي، فراخ نيه، ودي كده فراخ استوت خلاص. تعالوا بقى ايه نشوف، انا دي خلاص دي كده جاهزه انها تتحط ايه، دي دخلت الثلاجه وجاهزه انها تدخل تستوي على البخار. طلعت من البخار اهو شكلها، تعالوا بقى نفتحها مع بعض نشوف ايه شكلها حلو ازاي. بصوها كده من الجنبين، عايزه اقول لكم بقى وهي في الاول من طلعها من الورق استراتش ده، فرزوها. تفرزوها ازاي؟ هتحطوها في علبه مغلقه مقفوله كويس. تعالوا نفتح كده علبة مقفولة كويس وتحطوها في الفريزر، سيبوها بقى أسبوع اتنين تلاتة براحتكم. طيب لو انتوا مش فارق معاكوا الشكل قوي، هتعملوها وهتعملوها زي الكفته كده بالظبط، هتشكلوها وهتحطوها برضو على البخار، بس افضل يبقى فيه قالب سيليكون تحتها، او لو عايزين اساسا تجيبوا قالب سيليكون من الاول. بصوا شكلها حلو ازاي، تجيبوا قالب سيليكون من الاول تحطوا فيه الحاجات وتحطوه مثلا على البخار في الحله، يبقى عندكم حله اكبر وتعملوا بخار اكبر خلاص. تعالوا ايه نشوح لنا كده واحدتين عشان اوريكوا الجبنه بتطلع من جوه سايحه وتجنن ازاي. انا بسخن طاسه هنا على البوتاجاز اهي،
طيبت حلو كده. حط ايه، معلقه زيت زيتون، زيت عادي، زيت جوز هند، ايا كان نوع الزيت اللي تحبوا تستخدموه او اللي موجود عندكم. خلاص، اي حاجه على فكره هنا هتستعملوها هتبقى احسن بكتير من الاليه اللي احنا بنقليها للحاجه للمصنعات او احنا على فكره بنجيب الحاجه مجمده. انتوا عارفين دي بتبقى معموله ازاي؟ بتبقى هي اساسا نازله في الزيت بس ما لحقتش تاخد لون، وبعدين اتجمدت اتفرزت، فهي مكتوب عليها حتى هم يعني ده دي مش اكذوبه، لا هي مكتوب عليها الحاجات نصف مقليه، فهي بتبقى نص مقليه فشربت الزيت خلاص، فتعرضت لكل الحاجات اللي انا مش عايزاها تتعرض ليها. فاللي احنا بنعمله ده بيوفر على الولاد وعلينا مرحله من التصنيع كلنا عايزين نستغنى عنها. طيب تعالوا بقى على ما دول يتشوحوا كده اعمل معاكم ايه، طبق السلطه اللي احنا هنقدمه، لانه مهما عودنا الولاد ان هم ياكلوا صحي ومهما عملنا وصفات صحيه انا عايزاهم يقوموا متعودين انه لازم طبق السلطه موجود جنب الاكل ما بيمشيش. انا هنا عامله سلطه بسيطه جدا، حطيت خس وخيار وجزر وشويه فجل. على فكره الفجل في اطفال بتحبه قوي علشان شكل الالوان بتاعته مختلفه. وايه، هحط رشه زيت زيتون وملح وفلفل بس كده. هقدم بقى انا السلطه دي، هغرفها في الطبق وهشوح السوسيس اللي بالفراخ ومحشي جبنه سايحه ده، وهرجع لكم بعد الفاصل يكون استوى واعمل معاكم نوع تاني من مصنعات الدجاج اللي موجود في السوبر ماركت. استنونا. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعنا لكم. بس اول حاجه هوريها لكم حلاوه الوان السلطه. بصوا شكلها حلو ازاي. ما اعتقدش ان في طفل هنقدمها له ويقول ايه انه مش عايز اكل سلطه. بعدين ما حطناش توابل كتير، لو رسيت انتوا تحطوا لهم ملح ونقطتين زيت زيتون كفايه جدا جدا. تعالوا بقى اوريكم شكل السوسيس حلو ازاي. بصوا ولا كانكم عاملينه في البيت، وما يفرقش خالص عن بتاع السوبر ماركت. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا، وبصوا ماسك نفسه ازاي. تعالوا بقى ايه نقدم السلطه الحلوه دي مع بعض، وبعدين نعمل التشيكن بوب كورن. هنعمل بقى ايه، عارفين الناجتس؟ مشكلتي دايما مع الناجتس اللي بنشتريها انه هي مفرومه، فانا مش عارفه في ايه جوه. فكان بدلها في السوبر ماركت هو التشيكن بوب كورن، اللي هو ايه، اللي هو قطع فراخ نص مقليه ومعموله زي البانيه. فانا قلت طب ما نعملها من الاول في البيت وبنفس طريقه البانيه بالظبط، ما فيهاش اي افتكاسه، بس بدل ما هنقلي او نجيبها نص مقليه احنا هنحطها هي في القلايه الهوائيه، وإذا ما عنديش قلاية هوائية بمنتهى البساطة هحطها في الفرن على حاجة فيها شبكة وهتطلع مقرمشة وتجنن. تعالوا نشوف مكونات التشيكن بوب كورن عبارة عن إيه. معانا مكعبات فراخ، ومعانا رايب، ملح وفلفل، بابريكا مدخنة، توم وبصل باودر، بقسماط. معايا كمان بيض وملح وفلفل ومعلقة لبن عليهم، كأني بعمل بانيه عادي جدا. من كل اللي قلته ده توابل الفراخ تقريبا. ببساطة أنا هاخد، تعالوا إيه نجيب بولة ونتبل فيها الفراخ. معايا مكعبات الفراخ هحط عليها ملح وفلفل والبصل والثوم الباودر والبابريكا. خلاص، الرايب بقى هنا بيعمل إيه؟ الرايب هنا بيدي طراوة للفراخ رهيبة. عايزة أقول لكم إن جالي فترة كده كنت بعمل إيه في الفراخ، عارفين الفرخة السليمة؟ كنت بجيبها وبيتها في رايب وملح وفلفل بس، وحطها في الفرن على البتاع اللي بتلف دي، كانت بتطلع حلوة وطعمها جدا وما فيهاش طعم بهارات زيادة عن اللزوم وطرية. فالرايب أو الزبادي بيدوا طراوة للفراخ بطريقة حلوة جدا. فأنا هنا إيه حطيت بس شوية بهارات كده
عايزين ما عندكوش رايب تقدروا تعملوا زبادي. خلاص، والبابريكا هنا بتديها بقى لون ظريف جدا. طبعا ايه، ما تنسوش الملح والفلفل. حلو، عايزين تاخدوا من نفس التوابل دي تحطوا تاني في البقسماط، حطوا. بس عن تجربة، الولاد الصغيرة ما بتحبش التتبيلات الكتير قوي دي، فهي خلوا الاكل بسيط وسهل عليكم وعليهم، عشان هما كمان ياخدوا يتعودوا ويفهموا طعم الفراخ البسيط، طعم السمك البسيط من غير تتبيلات. لما يكبروا يبتدوا بقى ايه، يجربوا تتبيلات مختلفة. طيب اهو، لو انا دلوقتي في البيت، انا هنقل الفراخ دي في علبة محكمة الغلق واحطها في التلاجة ساعتين ثلاثة تتبل حلو. طب احنا دلوقتي هنا ما عندناش وقت، هنشتغل على طول. بصوا معايا هنا البيضة وعليها معلقة اللبن وملح وفلفل. خلاص، تاني خطوة في تسوية فراخ باني عادي. الجبنة ابتدت تسيح وتطلع ازاي حلوة. طيب دي بقى كده، هعمل ايه؟ هاخد من الفراخ، بصوا انا مش عايزه يبقى فيها رايب، هحطها كده، شيل بس مش عايزه السائل الزياده بعدين ايه، عايزين تاخدوا واحده واحده. انا بس بعمل ايه، شويه كده اهو، اخدوا حطوا في البيض، هرجع هنا احطهم في البقسماط. وعايزين تستعملوا شوكه، عايزين، والله احنا في البيوت كلنا ايه بنعمل البانيه بايدينا عادي، فلو احنا غاسلين ايدينا هنعمل بايدينا عادي. اهو حلو، كل ده انا ما عملتش اي خطوه غريبه عليكم، خطوات بسيطه جدا كاننا هنعمل بانيه عادي. الفكره هنا ان انا هحطها في البقسماط وهتك على البقسماط كويس فيها وادخلها. انا شخصيا هحطها مثلا دلوقتي في القلايه الهوائيه. انتوا عايزين في البيت تحطوها في فرن، نصيحه حطوها في صينيه بشبكه، هتديها قرمشه حلوه جدا. بصوا 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 بصوا، الجبنة السايحة دي على فكرة، بصوا احنا حطينا حتة صغيرة مش كبيرة، بس بتفرق جدا في طعم السوسيس. تعالوا بقى ايه، تعالوا نقدمه. خلوا بالكوا احنا هنا حاطينه بس بياخد لون، لكن اساسا احنا مسويينه فين؟ احنا مسويينه في الحلة بتاعتنا على البخار. عايزة افتح واحدة معاكم اوريها لكم من جوه. ودي لسه عايزة تاخد لون حلو. هنقدم بقى السوسيس ده مع ايه؟ هنقدمه مع الكاتشب الخمس دقايق اللي عملناه مع بعض قبل كده. مين فاكر واتفرج على الحلقة؟ كان كاتشب كده بمكونات قليلة على البارد، ما بياخدش وقت. خلاص، اكتبوا كاتشب الخمس دقايق على البارد على اليوتيوب تحت اسم بالهنا والشفا، هتلاقوه طلع لكم.
كاتشب بيتي امان، ما فيهوش اي حاجه مصنعه خالص ولا مواد حافظه، وطعمه زي الجاهز بالظبط. طيب تعالوا بقى نعمل البقسومات. زي ما قلت لكم، من اكتر الحاجات اللي بتخلي البقسومات ما يفكش او القشره الخارجيه ما تفكش عن الفراخ هي ان انتوا تبقوا بتعملوا، بصوا بتدوسوا كده على البقسومات. احنا الحاجه البقسومات ماسك حلو. لكن عارفين لو بتعملوا كده بس وبتدوسوش هيدخل الآلية الهوائية أو هيتحط في الزيت، هتلاقي البقسومات ده كله فك من على حتة الفراخ. طيب أنا هنا معايا كمان بخاخة زيت أهي، عندكم ما عندكوش بخاخة زيت، هاتوا زيت وحطوه في طبق، بس حددوا الكمية، معلقة معلقتين وفرشة، وإيه ادهنوا وش الفراخ أهو. بس عايز اطمن إنه بصوا البقسومات ماسك فيها من كل حته. معايا القلايه الهوائيه هفتحها اهي وهحطهم بعيد عن بعض، مش عايزاهم يبقوا لازقين في بعض، اسيب مسافات. خلاص انا لما باجي اعمل بانيه في البيت او بعمل وصفه التشيكن بوبس، بصراحه علشان القشره اللي هي البريدنج ده، القشره بتاعه البقسومات تفضل ماسكه وقت اكتر واحسن، حتى لو هعملها في القلايه الهوائيه، بحطها في الثلاجه ساعه ترتاح بعد ما احطها في البقسومات. اخر حته هنقدم بقى الفراخ الحلوه دي مع ايه. تعالوا نديها الاول رشه زيت واوريكم هنقدمها مع ايه. بصوا اهو، بس كده وهقفل القلاية الهوائية. طيب نعمل مع بعض صوص او دريسنج الرانش اللي هنقدم معاه البوب كورن، التشيكن بوب كورن. ايه اللي انا بقوله ده؟ احنا دلوقتي الناجتس لما بنقدمها للولاد بنقدم لهم معاهم كاتشب. انا قدمت الكاتشب مع السوسيس، عايزين حاجة تانية؟ الولاد يتعودوا ان هم يبقوا بيغمسوا او بيعملوا ديبنج في حاجه تانية غير الكاتشب. وعلى فكره اللي احنا بنعود عليه الولاد هو اللي بيعملوه، يعني هم ما يعرفوش معلومات غير عن طريقنا احنا. فاحنا لو قدمنا لهم الصوصات المختلفه الصحيه على انها صوصات لذيذه جدا، بصوا انا جربت لكم حاجه جديده قوي النهارده، تعالوا جربوها، هم هيشتروا الفكره وهتعجبهم جدا. معايا زبادي يوناني وشبت خلاص وبصل باودر وبقدونس مجفف، عايزين تزودوا شوية توم باودر تقدروا اهو، ومعايا ملح وفلفل. عملنا رانش دريسنج. تاخدوه بقى انتوا، على فكرة انا بعمل ده مثلا مرة في الاسبوع، الخلطة الظريفة دي، واسيبها في التلاجة، حد عايز يغمس فيها ياخدها، حد عايز يقطع شوية خضار كده ويقعد يغمسهم في العشاء بالزبادي ده، خلاص ده رانش صوص يقدر. حد عايز يحطهم على سلطة كدريسنج يقدر. حد عايز يعمل شوية تشيكن بوبس زي اللي احنا عاملينهم ويغمس بيهم الرانش صوص ده برضو يقدر. عايز اقول لكم بتبقى علبه كده معروف مكانها في الثلاجه، علبتين ثلاثه جنب بعض، فيهم نوعين صوصات كده مختلفين معمولين وجاهزين. نقدم اخر واحده هوت دوج واوريكم التشيكن بوب كورن لما بتطلع من القلايه الهوائيه او من الفرن بيبقى شكلها حلو ازاي. بصوا احنا كده عملنا مع بعض النهارده، عملنا مصنعات دجاج مختلفة. تعالوا عايزة افتح معاكم كمان واحدة اوريكم من جوه حلوة ازاي والجبنة سايحة ازاي. بصوا كوك
كل ده من هي حتة الجبنة تشادر اللي حطيناها. يبقى ناخد دي كده نحطها مع اصحابها. عملنا مع بعض مصنعات دجاج، عملناهم بطريقة صحية ومن غير آلية. عملنا أول وصفة كانت السوسيس الدجاج اللي محشي جبنة تشادر، وعملنا الصوص الرانش وسلطة خفيفة كده وبسيطة الولاد ياكلوها جنب الأكل ده، وتشيكن بوب كورن أو الفراخ الصغيرة اللي معمولة زي البانيه بطريقة صحية فيها الآلية الهوائية أو الفرن. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، استنونا في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.